السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة خبير شكور ماتش في نهائي الدورة العربية الكبرى الذي يجمع بين هاني الغامدي وأحمد الصياد. هاني الغامدي من السعودية وأحمد الصياد من مصر. نذكر بأحسن ثلاث مجموعات في الدور الثاني. نذكر أن لعبت على ثلاث مراحل. الدور الثاني في المجموعة الأولى دي أحسن مجموعة كان في الصدارة هاني الغامدي، بعدها جوفنتينو صوفيان أصيل شريف مولاي وأحمد نرجيل اللي تأهل على حساب رامي اللي انسحب. المجموعة الثانية مروان اللي تصدر في الدور الأول والثاني وكان متألق وأحسن لاعب لحد الآن لحد المجموعة الثانية ثم انسحب. المجموعة الخامسة أيضا كانت أحسن مجموعة فيها الأخ معان ب 43 نقطة إضافة بوت فيصل ويندر وأحمد صياد كان في المركز الخامس. في الدور النهائي تألق رائع وبقوة كبيرة أحمد الصياد في الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط على هاني الغامدي. كلا اللاعبين توج بلقب هداف البطولة ب 86 هدف. وذكر أنه لو كان أحمد الصياد متفوق على هاني في النقاط بأكثر من ست نقاط ما كنا نلعب مباراة نهائية، وبما أن الفارق أقل من ثلاث نقاط أقل من ست نقاط نلعب مباراة نهائية. وذكر أن المباراة الأولى لم تسجل فاز بها هاني الغامدي ب 2-1 بعد ما أخذ ضربة الانطلاقة. وتنطلق المقابلة الآن بين أحمد الصياد وهاني الغامدي المقابلة الثانية والشوط الثاني. ياخذ احمد الصياد ضربه الانطلاقه في الاستحواذ في وسط الميدان، يلعب بطريقه جيده وممتازه. وذكر انه من يفوز بثلاث مقابلات هو من يتوج باللقب، هذا هو قانون، يعني لا يهم يعني بكم تفوز 2-0 2-1 او 1-0، المهم الفائز يحصل على نقطه وبالتالي من يحصل على ثلاث نقاط يتوج باللقب. وذكر ايضا انه من ضايعه منك يا احمد يا صياد. وذكر ايضا ان الفوز بضربه ترجيح غير محتسب في هذا النهائي. الان الكره دائما عند هاني الغامدي تعود إليه في الاستحواذ، يلعب ببروتكتور على الأطراف، يمررها ناحية الكوموندو، الكوموندو يعيدها ناحية البروتكتور ولا واحد يطلب الكرة في الهجوم، يفضل يمررها ناحية الكوموندو يعيدها إلى الخلف مباشرة نحو الحارس. ذكية من هاني الغامدي، مباراة قوية بين لاعبين قويين وقويين جدا. هاني الغامدي بأكثر من 120 ميدالية وأحمد صياد ب 49 ميدالية، لاعب متألق، لاعب صاعد وجه الجديد المصري ليتألق على كل الأصعدات. مرينا ناحية البوشر با في القائمة الثانية بيلدوزر، هذه كرة هدف، هذه كرة هدف، صعد 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 هاني، صعد بيلدوزر وجول جول جول جول. 1-0 لصالح هاني في المقابلة الثانية. تفوق أحمد صياد لحد الآن بمقابلة بدون مقابل. الكرة عند أحمد صياد، مرة ناحية الكوموندو في الأطراف، يعتمد على من في الأطراف، على الويزر من أجل التمرير للبيلدوزر. تمريرة ذكية في العمق، راح يمررها سنتينال ناحية البيلدوزر فعلا في القائم الثاني. جول 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 با أحمد صياد يرد بقوة في هجمة واحدة وبأربع أو خمس تمريرات فقط يصل إلى مرمى، يصل إلى الشباك ويعدل النتيجة. لأن الكرة عند هاني الغامدي، تمريرات في الدفاع من أجل صعود إلى الهجوم. الفوياجور يمرر ناحية الكوموندو، أحمد صياد بذكاء يرفض إخراج المدافع الأيمن، تمرر ناحية البروتكتور يعيدها ناحية الكوموندو ناحية الهامر في وسط الميدان، هامر اللي هو المطرقة، من ستمرر ناحية البوشر، مرر بالعكس يا هاني، مرر عكس اتجاه المدافع لما تعتمد على البوشر باعتبار أنه يملك ردة فعل قوية. 50 نقطة في ردة الفعل. تمريرة ذكية من أحمد صياد، راح وجه لوجه، ممكن ضربة جزاء فعلا، ضربة جزاء لأحمد صياد، هل نعدل النتيجة الآن؟ الحارس بيجيها والكرة بيجيها، جول 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 جول. 2-1 في المقابلة الثانية لأحمد صياد. نلعب الآن المقابلة الثالثة. وذكر أن أحمد الصياد متعادل مع هاني الغامدي، يترك له ضربة البداية، تبادل تحية من لاعبين، روح رياضية عالية منك يا أحمد يا صياد. الكرة ناحية هاني الغامدي، مرة ناحية الإكسبلورتر في قلب الدفاع، مشى كثير بالكرة وتحصل على مخالفة. 1-1 المقابلات لم تحسم بعد، يعني النتيجة ممكن اي لاعب يتوج باللقب. تعادل لحد الان. تمريره ناحيه الفواجو او البوشر، صعد الحارس، بعيده كانت هذه يا هاني، بعيده اصلا، كانت صعب انك تمررها وتعود الكره لاحمد الصياد. احمد الصياد عن طريق من حارس ويمررها مباشره ناحيه الجارد ناحيه الدفاع، الاكسبلورتور راح يمررها، بابا يغير الاتجاه مباشره، ولا لاعب طلب الكره،
في وسط الميدان ياخذ كل وقته كل وقته ياخذ احمد الصياد من اجل استحواذ على الكره ويركز، واهم شيء في مثل هذه المقابلات هو التركيز. اي تمريره خاطئه ممكن تلقى هدف، اي تمريره خاطئه تحتسب عليك يا احمد يا صياد. في العمق تحصل على مخالفه ذكيه منك يا احمد يا صياد. الكره الان يمررها بابا بذكاء من اجل توزيع للبيلدوزر الموجود في القائمه الثانيه. فعلا راح يمررها للبيلدوزر، توصل له صعب انك توقفه. يصعد الماتش وموت بابا 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 في الزاويه الصعبه. 1-0 لصالح احمد الصياد. هاني الغامدي يحيي المنافس، هاني الغامدي تبادل تحيه بين احمد الصياد وهاني الغامدي. الكره دائما عنده يصعد بها عن طريق الاطراف، يعتمد على مارك شمان بابا المصوب البارع من اجل تمرير للبيلدوزر. تمريراته دقيقة جدا وقوية، يستقبلها اليوم من أجل تمرير البوشر. البوشر طلب الكرة تمريرة ذكية خرج الحارس، ممكن تسجلها. يا هاني فعلا صعب أنك تسجل هذه الكرة، لكن كان ممكن أنك تضغط على أحد اللاعبيك وتعملها لوب. على كل حال الكرة دائما عند أحمد الصياد، الآن متفوق بهدف مقابل صفر، والكرة عنده في هجمة. لو يسجل راح يأخذ الأفضلية، يعني راح يبقى له يعني مقابلة واحدة لو يتمكن أحمد صياد من التسجيل. دائما الكرة ناحية أحمد، عند أحمد صياد في الأطراف، يأخذ كل وقته من أجل التمرير، يفكر ويأخذ راحته. هذه نقطة إيجابية يعني فيك يا أحمد يا صياد، بينما تذكر في مقابلاتك السابقة كنت تلعب بسرعة كبيرة يعني وتضيع بعض الكرات بالخطأ. تطور كبير في هذا اللاعب، لاعب متألق جدا يعني متألق وركز كثير في هذه البطولة. دائما الكرة يستحوذ بطريقة ذكية، حيحصل على مخالفة نظن الآن في هذه المكان، يمررها بذكاء ناحية الكوموندو. تمريرة في العمق بابا بابا، متألق أنت يا أحمد يا صياد. في القائم الثاني بيلدوزر يصعد أمام شباك فارغة، جول 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 جول. أحمد الصياد يتألق ويفوز ب 2-0 في المقابلة هذه. وذكر أن هاني الغامدي فاز بالمقابلة الرابعة، يعني 2-2 الآن، وهذه المقابلة الفاصلة بين اللاعبين. هاني الغامدي فاز في المقابلة الرابعة، يعني لعبت 4 مقابلات لحد الآن، 2 فاز بهم أحمد الصياد و2 فاز بهم هاني الغامدي. ونلعب الآن مباراة فاصلة، إذا لم نذهب إلى ضربة الترجيح راح تكون هذه هي المباراة اللي تحدد من هو بطل الدورة العربية الكبرى. الكرة عند هاني الغامدي مررها في العمق، تمريرة بعيدة يا هاني، بعيدة منك يا هاني، والكرة تعود إلى أحمد الصياد. فعلا يعني مرهقة هذه المقابلة، تلعب 4 مقابلات لتصل إلى مقابلة فاصلة بعد ما لعبت عدة مقابلات، بعد ما واجهت يعني بعد ما تنافست مع 320 لاعب عربي ماكس وتوصل للدور النهائي. فعلا شقة وشقة هذه الدورة، والكرة دائما عند أحمد الصياد. في الاستحواذ أحمد الصياد حمررها في العمق، بعيدة يا أحمد الصياد. التعب فعلا ظاهر على اللاعبين، كلا اللاعبين تعبوا كثير في هذه المقابلة وفي هذا الدور يعني. ونحن الآن في المقابلة الفاصلة، يعني من يكون عنده تركيز أكثر وممكن الخبرة هاني تعمل الفارق، من يكون أو إرادة أحمد الصياد، من سيتفوق في هذه المقابلة الرائعة. الكرة عند هاني الغامدي يأخذ كل وقته، هو أيضا يعرف أنه أي خطأ رح ينهزم في هذه المقابلة، ومن ينهزم رح يضيع اللقب. كرة ناحية الهامر، الهامر لمن تمرر؟ صعب أنك تمرر، يمرها للبوشر، عنده ردة فعل قوية ولكنها ضايعة. فعلا قلت مقابلة صعبة، وكلا اللاعبين تعبوا، يأخذوا كل وقتهم في التفكير، اللي يخطئ رح يضيع اللقب. كرة دائما عند أحمد الصياد، أحمد الصياد في العمق، وكرة أخرى ضائعة. 4 أو 5 كرات ضائعة شفناهم لحد الآن منذ بداية المقابلة. فعلا دفاع قوي يعني، ونقص التركيز والتعب والإرهاق ظاهر على اللاعبين. هاني الغامدي يعيدها ناحية حارسه، والحارس مباشرة ناحية الجهة اليمنى مارك شمان، ولا لاعب غير يعني التشكيلة، يلعبون بنفس التشكيلة. عيد الكوموندو المصوب البارع يصعد في انتظار طلب الكرة من المصوب من 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 من, من في القائم الثاني، او ماذا ستفعل يا هاني؟ هاني مررها بالذكاء، واحمد صياد ذكي ولكنها تصل لهاني. تمريرته كانت دقيقة اكثر، عيد الكوموندو يغيرها ناحية الكوموندو في الجهة المقابلة، يعيدها ناحية الكوموندو في انتظار طلب الكرة من احد المهاجمين، ولا واحد طلبها يا احمد يا هاني الغامدي. احمد الصياد بابا ذكيه جدا يا احمد يا صياد، يدافع بطريقه ممتازه، قراءه جيده للاعب، تمريره في العمق اظن. لا بابا ذكي جدا هذا اللاعب، يفضل الاستحواذ في انتظار طلب الكره في العمق، يريد ان يضمن الهدف، يريد ان يمرر تمريره ذكيه. بابا وجه لي وجه. آي كانت ممكن تكون كره الهدف لو مررتها يعني في العمق اكثر يا احمد يا صياد. وهي هجمه مرتده لهاني الغامدي، هاني الغامدي يعني
انقذك الاكسبلوراتور او الفواجر من هدف محقق الكره ناحيه البروتيكتور، البروتيكتور غيرها مباشره ناحيه المصاب البارع، جاء الكوموندو ما وصلش عليها، المصاب البارع ناحيه الهامر، الهامر يمررها ناحيه الكوموندو، الكوموندو من يطلب الكره فين البوشا، البوشا ردت فعله قويه فعلا، راح البوشا تمريره ذكيه جدا منك يا هامر الغامدي وجه لوجه امام الحارس والبيردوزر في القائم الثاني، هذه كره هدف وجه لوجه امام الحارس وجول جول جول جول. هاني الغامدي ياخذ مبدا الافضليه، متفوق في المباراه الفاصله بواحد مقابل صفر لو تنتهي المقابله باقي 40 ثانيه فقط. با 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 هاني فعلا ياخذ مو فعلا يعني قريب يعني جدا من تتويج باللقب احمد صياد، ضروري انك ما تضيعش، ضروري انك تسجل فعلا، ذكيه ذكيه يعني منك وتاخذ مخالفه، تاخذ مخالفه تبحث يعني عن راسيه البيلدوزر اظن، يمررها يعيدها للدفاع في انتظار يعني ذهاب الاطراف، في الانتظار طلب الكره من احد الاطراف من اجل توزيعه، فعلا راح يمررها للكوموندو للبيلدوزر اظن يمررها او ماذا يفعل بابا، بذكاء بذكاء ناحيه القاد في الاستحواذ، ذكي جدا احمد الصياد، ذكي جدا نايا يا يا في القائم الثاني، بعيده 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 يا احمد يا صياد، اظن انك ضيعت فرصه التعديل، وهاني يضع خطوه وهاني يقترب اكثر من اللقب، يمررها ناحيه المارك شمال المصوب البارع يدو بابا بابا، الكره عند احمد صياد ممكن جدا تقتل، ممكن جدا يقلب الموازين، حتى انا تعبت من التعليق، مقابله قويه جدا، مقابله قويه جدا، كرات كثيره ضايعه لحد الان، الكره عند احمد صياد وكره اخرى ضايعه، كره اخرى ضايعه البيلدوزر راح يمررها ناحيه من ناحيه بوشر بذكاء، يعيدها ناحيه الكوموندو اظن، يا هاني الغامدي ممكن تضيع الوقت وتعيد الكره الى الخلف وتحصل على المقابله، هاني الغامدي 8 ثواني فقط لو تستحوذ بطريقه جيده راح بابا بابا، وحده البيلدوزر، وحده البيلدوزر هاني يستحيل يضيع عادي، البيلدوزر وجه امام الحارس صاح يصوب يعني تسديده بابا بابا بابا، وهذه كرة الهدف وهذه كرة البطولة وهذه كرة التتويج وهذه رصاصة الرحمة من هاني الغامدي، يتأهل يفوز باللقب ويتوج بلقب الدورة العربية الكبرى، فألف ألف مبروك لبطل آسيا والبطل العربي حالي هاني الغامدي من أصل 320 لاعب يتوج باللقب، وهارد للمتألق أحمد الصياد اللي كان متألق طوال كل أدوار البطولة العربية الكبرى، فبالتوفيق لكلا اللاعبين في قادم المباريات، ونلتقي في مناسبة أخرى، كان معكم أخوكم الهادي من قناتكم قناة خبير سكور ماتش، سلام.